نتابع ملف النشرة رفقة الزميلة نجاة بوتفسوت التي ستنضم إلينا للتو. نجاة مساء الخير. مساء الخير حسن. نجاة، يعني بعد التشريعيات في إيطاليا تساؤلات وأسئلة كثيرة تحوم حول مستقبل المشهد السياسي في إيطاليا في المرحلة المقبلة. نعم حسن، في هذا الملف سنتحدث عن أهم الاحتمالات، عن أهم السيناريوهات المحتملة. نعم. في هذه ما بعد هذه الانتخابات، وأيضا القضايا الشائكة، الملفات الشائكة التي تعرفها البلاد في الوقت الراهن. تفضل. شكرا. أهلا بكم. غموض كبير يكتنف المشهد السياسي الإيطالي بعد الكشف عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي يبدو أنها لم تمنح الأغلبية لأي حزب، وهو ما سيدفع السياسيين الإيطاليين إلى تغيير حساباتهم وإجراء مفاوضات قد تكون طويلة وشاقة، ما قد يدخل أحد أكبر الاقتصادات في أوروبا فترة من عدم الاستقرار السياسي كما يقول المتتبعون. هذا الوضع ليس غريب أو بغريب عن البلاد الإيطالية التي اعتادت حالة عدم الاستقرار السياسي، إذ أن أزيد من 60 حكومة تولت على الحكم منذ قيام الجمهورية. في الانتخابات التشريعية الإيطالية تم تسجيل اختراق غير مسبوق لليمين المتطرف الذي جاء في المرتبة الأولى، والشعبويين الذين احتلوا الصف الثاني متقدمين على الحزب الديمقراطي الحاكم المنتمي إلى يسار الوسط، والذي كان أكبر الخاسرين في هذه الاستحقاقات بحصوله على المركز الثالث. صعود سيدخل إيطاليا في عدة سيناريوهات، أخطرها وأقربها للواقع هو تحالف الشعبويين واليمين المتطرفة، ما سيدشن فصلا جديدا في السياسة الأمريكية والاقتصادية لإيطاليا. يتخوف المناهضون لليمين المتطرف والشعبويين من طريقة تعامل هؤلاء مع أهم الملفات الشائكة في البلاد، على رأسها ملف المهاجرين الذين وصل أزيد من 600 ألف منهم إلى إيطاليا خلال الأربع سنوات الماضية. وقد تعهد يمين الوسط في هذا الصدد بترحيل المهاجرين جماعيا بعد أن وصفهم بالقنبلة الموقوتة اجتماعيا. والملف الثاني هو الاقتصاد الذي بدأ ينتعش من جديد بعد مرور 10 سنوات على الأزمة المالية العالمية، غير أن الناتج المحلي لإيطاليا ما زال أقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة الاقتصادية العالمية، وهناك مخاوف من اضطرابات الأسواق المالية على خلفية نتائج الانتخابات في إيطاليا التي تظل رغم الانتعاش الاقتصادي الحلقة الأضعف في منطقة اليورو. صعود اليمين المتطرف والشعبويين يشكل واقعا غير صار للاتحاد الأوروبي بالنظر لمواقفهما السلبية من سياسات بروكسل الاجتماعية والاقتصادية. نذكر من بينها موقف حزب رابطة الشمال اليميني المتطرف الذي صرح علنا في برنامجه الانتخابي بالاستعداد من الخروج من الاتحاد الأوروبي في حال رفض بروكسل إعادة التفاوض في غضون العامين المقبلين بشأن قوانين المتعلقة بالضرائب والهجرة. وللإشارة، فقد انخفضت الأسهم والسندات واليورو بسبب احتمالات تشكيل حكومة بقيادة الأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي. بعد الحديث عن سيناريو تشكيل تحالف غير متحمس للاتحاد الأوروبي، يقول محللون إنه بالإمكان الموافقة على حكومة أقلية، لأن الدستور الإيطالي ينص على ضرورة فوز الحكومة الجديدة بثقة البرلمان بغرفتيها ولو بأغلبية بسيطة. لكن الإشكال يتمثل في كون حكومة الأقلية لن تصمد كثيرا، لأنها حكومة غير مستقرة وتفتقد القوة اللازمة لتطبيق الإصلاحات. أما في حال عدم تشكيل حكومة أغلبية وتعليق نشاط البرلمان، فقد يدعو رئيس البلاد إلى إجراء انتخابات جديدة، وهو احتمال ضعيف لأن الدستور لا يقيد تشكيل الحكومة بمدة زمنية محددة، كما أن الرئيس الإيطالي لن يختار في الغالب إجراء انتخابات جديدة قد تؤدي إلى نفس النتائج التي تعكس غضب الناخبين الساخطين على استمرار الفقر وارتفاع معدل البطالة من الأحزاب التقليدية بالتصويت بكثافة لليمين المتطرف. شكرا على حسن المتابعة.